سعيد، انت هاي الدوام عشان تنام؟ مو باحسن لو تخفف شويه مسلسلات؟ الجسم والعقل بحاجه لسبع ساعات نوم يوميا، وبعد 17 ساعه من دون نوم تبدا مشاكل التركيز والتعب الذهني. ونفس ساعات النوم يعاني منه 37% من الناس حول العالم. بس لا تتحجج بالصيام يا سعيد. الصيام بروحه ما له تأثير على النوم والتركيز وزيادة النعاس خلال اليوم. المشكلة في تغير نمط حياتنا في رمضان. أيام أول الناس كانوا ينامون بعد صلاة التراويح لين السحور وصلاة الفجر، لكن الحين أنت تدري سهر وتلفزيون وأكل ثجيل وحلويات، وطبعاً المنبهات مثل الشاي والقهوة طول السهرة وحتى على السحور. مو بغلط يا سعيد، غفوة قصيرة خلال اليوم، بس لازم تنام الوقت الكافي بالليل، وأهم شيء لا تأخذ قيلولة مباشرة بعد الفطور وأنت مثقل بالأكل. كل الأحوال الإفراط في الأكل يؤدي لاضطراب النوم، خاصة مع ارتداد الحمض من المعدة. بالتالي الإفطار والسحور الصحيين يعطونا بعد نوعية نوم أفضل. وعساكم دوم بصحة وسعادة.